الأوسكار طبعا موجه يعني للجماهير وللمحللين الذين قاموا طبعا باختيار لاعب كامارا لنيل هذه الجائزة خلال هذا الأسبوع، ويقول إن شاء الله أنه يعني لديه طموح لتحقيق المزيد طبعا من الألقاب، سواء يعني كانت فردية أو على المستوى الجماعي، ويتمنى طبعا الاستمرارية يعني على هذا الطريق الإيجابي. يوجه جزيل الشكر طبعا للجماهير، ويقول يعني كان لديهم كذلك الفضل في يعني تعوده يعني بسرعة على المجموعة، ويشكرهم بشكل عام. بقاؤه في كلبة أو عودته إلى فريقه الشارقة يعتمد يعني على اتفاق الناديين، يعني إذا كان الناديين لديهم اتفاق بخصوص هذا الموضوع يقول أنا لا يوجد لدي أي مانع في الاستمرار والبقاء هنا مع اتحاد كلبة. سبور فورد أول، ميرسي بوكو، ميرسي انفينيمون، ميرسي.